السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدي أذكركم بالاشتراك بالقناة والضغط على الصورة اللي ظهرت بيمين الفيديو. واليوم هنحكي إن شاء الله عن أكبر ساعة في العالم وشهرتها لمجاورتها بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة حرسها الله. فلنتابع معا. ساعة مكة، وهي موجودة فوق مجمع أبراج البيت بمدينة مكة المكرمة الواقع غرب السعودية، وبتبعد عن الكعبة الشريفة حوالي 500 متر على ارتفاع بيقولوا 600 متر. وهي أكبر ساعة بالعالم، وبدأ تشغيلها تجريبيا لأول مرة بشهر رمضان من العام 1431 هجري، يعني بين العام 2009-2010، ونحن اليوم بالعام 1441 هجري، يعني من حوالي 10 سنين. واكتمل بناء برج الساعة عام 2012، وكانت بداية مشروع الساعة عام 2008، وأمر بإنشائها بأعلى البرج الخامس من مشروع وقف الملك عبد العزيز بمكة، ليقدر الواحد يشوفها من كل الجهات، لأنه بتبلغ أبعاد الجهة الواحدة من ساعة مكة المكرمة 43 متر بالعرض و43 متر بالارتفاع، وفوقها موجود لفظ الجلالة الله من الجهات الأربع، وبيبلغ طول الألف في لفظ الجلالة لأكثر من 23 متر. مطلوب ذكر بكتابة لفظ الجلالة الله أنه مطلوب تكون الألف في أول الكلمة. تعتبر ساعة مكة أطول ساعة في العالم بطول 40 متر، وركب على جدرانها مصادر ضوئية تصدر إشعاعات في المناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى، وإشارات ضوئية عند وقت الأذان. يبث أذان المسجد الحرام مباشرة من أعلى ساعة مكة عبر مكبرات صوت خاصة، وممكن الواحد يسمع الأذان من مسافة 7 كيلومتر تقريبا. وأثناء الأذان تضاء أعلى قمة الساعة بواسطة 21 ألف مصباح ضوئي بأضواء لامعة باللونين الأبيض والأخضر، وبيقدر الواحد يشوفهم من مسافة تصل إلى 30 كيلومتر، وهي بتشير إلى دخول وقت الصلاة. فوق برج الساعة في أكبر شكل هلال بالعالم، وبيبلغ قطره 23 متر، وهو بيحوي على أعلى مسطح سكني على مستوى العالم. هو بيشبه من داخله تصميم السفن، وفي غرف سكنية وأخرى للتشغيل والخدمة والصيانة، وفي مصاعد خصصت لنقل الزوار إلى الشرفة المحيطة أسفل الساعات الأربعة. وساهم ببناء ساعة مكة 250 مهندس متخصص وفني، واستعين بسبع رافعات وبقي منهم أربع موجودين لأعمال الصيانة. لساعة مكة نظام حماية متكامل لتغيرات المناخ من أتربة ورياح وأمطار، وبتتكون كامل واجهات ساعة مكة من 43 ألف متر مربع من مادة الكربون فايبر بسموها الأنسجة الفحمية، متطورة اللي بتستخدم في صناعة الطائرات الحديثة. وبتتميز هيدي المادة بقوتها العالية اللي بتزيد عن 3 أضعاف قوة الحديد، لهيك هي مقاومة للظروف الجوية القاسية. ولحماية الساعة والمصابيح من الصواعق فيها 20 مانعة صواعق تمتد بشكل آلي و800 ذراع ثابتة. وغطيت وجهة الساعة المزخرفة ب 98 مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجية الملونة، وبيبلغ طول عقرب الدقائق 22 متر، وطول عقرب الساعة 17 متر بوزن 6 أطنان لكل عقرب، مصنوعة من مادة الكربون فايبر. وللقيام بأعمال الصيانة العمال بيقدروا يدخلوا إلى عقارب الساعة. أنشئة الساعة فوق هيكل حديدي بيبلغ وزن 12 ألف طن تقريبا،
بتكون الهيكل الحديدي من نحو 14,000 قطعة فريدة تم صنعها بشكل متقن ودقيق، وبيوصل وزن بعض القطع الأثقل وزنا إلى ما يقارب 16 طن. وبيبلغ وزن كل محرك بالساعة على ما يزيد عن 21 طن. وبتولد الألواح الشمسية الطاقة الكهربائية لتشغيل محركات الساعة. وأيضا ترتبط الساعة بالشبكة الكهربائية العامة للمدينة لتتزود بطاقة كهربائية إضافية. ولكل واجهة من واجهات الساعة الأربعة محرك خاص، مع وجود تطابق طبعا بالوقت فيما بينه، وبيربطهم توقيت مكة المكرمة. بالنهاية بدي أذكر أنه هالأبراج بنيت مكان قلعة أجياد، واللي بنيت بزمن الدولة العثمانية. عسى هالأمر كان فيه خير للمسلمين. شكرا لمتابعتكم، وبتمنى يكون هالفيديو نال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بقناتنا. شكرا لكم. We'll be right back.